السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جاي لكم فيديو جديد. يلا كده يا جماعة نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط لايك للفيديو. مبدئيا كده زي ما انتم شايفين معايا كده، النهاردة الجو يعني كلتنا بقى شايفين هوا وشتاء وبرد وكده، فلازم كلتنا نخلي بالنا. فزي ما انتم شايفين انا ايضا اللمبتين الاتنين اهوت، لو انتم لاحظتوا معايا، وقافلة عليهم كويس جدا علشان طبعا الجو برد. لو شوية هوا من اللي شغالين دولت دخلوا عند الفراخ او كده، هتبص تلاقي اللي بوتشم واللي يعيا واللي كاشش واللي كده، فخدوا بالكم من الموضوع ده كويس، لازم نخلي بالنا. اللمب الاتنين ايضا لمبتين اتنين اهم، كل واحدة 100 علشان تدفي المكان. اهو بصوا اهو، يعني علشان المكان يبقى دافي ويبقى المكان حلو ومناسب له. تحت منهم برضو الفرشة اللي هي اللي انا كنت وريتهولكم وقلتلكوا عليها، في منكم بقى عارفها وكتب لي في الكومنتات قال لي دي سلاج، قلت له اه هو ده فعلا يا جماعه هو اسمه كده. طبعا في معظمنا زي ما قلت لكم يعني كلتنا فلاحين، او في معظمنا يعني فلاحين وعارف الموضوع دوت او عارف الفرشه ديت. بصراحه انا ما كنتش عارفه اقول لكم على اسمها علشان انا عارفه في ناس كتير هتقول يعني ايه، فلقيت في يعني منكم بسم الله ما شاء الله ناس كتير عرفتها. الفرشه دي كويسه جدا يا جماعه، اللي متوفره عنده يجيبها وفرشه، هتوفر معاه كتير قوي. ده هتوفر معاك النشارة، لان الصراحة يعني شكارة النشارة الايام دي غالية، اقل شكارة بتيجي ب50 جنيه وما بتكفيش بقى، فحتى ما بتجيش مليانة قوي زي الاول وكده، فبنحاول ان احنا نجيب البديل له على الاقل حتى نوفر شوية. الناس اللي عندها قش برضو يا جماعة ممكن تفرش قش، عندها تبن ممكن تفرش تبن، يعني اي فرشة تحتهم والسلام وخلاص، على ما الفرخ يبدأ ان هو يعني ما شاء الله يبدأ بقى ايه الدورة تنتهي معانا وكده، تمام. فالنهارده بقى ان شاء الله انا عامله النهارده وصفه يعني حاجه كده ما شاء الله، يعني سحر. من جهه ان هي هتزود معاك حجم الفرخ وتخلي الفراخ ما شاء الله تشيل معاك اوزان عاليه جدا، ومن جهه تانية كمان لو في اسهالات فيها اي حاجه هتربط. المكون بقى يا جماعه اول مره هتشوفوه معايا حاجه كده كنا بنرميها في الزباله، بس بدل ما نرميها في الزباله هتستفادوا منها ان شاء الله. يعني من النهارده ان شاء الله مش هنرمي اي حاجه خالص في الزباله، اي قشور اي حاجه مش هنرميها في الزباله، هنستنفع منها. ده بالنسبة للفراخ، ده يعتبر يعني حاجة كده ما شاء الله ترفع الوزن، كويسة للإسهالات، كل حاجة حلوة. يلا كده بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والنص يحط لايك ويحط لايك، ويلا تعالوا نشوف الوصفة مع بعض. دلوقتي بقى يا جماعة هنعمل وصفتنا النهاردة. محدش يستغرب ان الوصفة عبارة عن بطاطس، لا احنا مش هناخد البطاطس، خدوا بالكم هنوفر عليكم وهناخد ايه قشر البطاطس بس. بصوا طبعا قشر البطاطس من الحاجات الجميله جدا اللي بتزود الوزن، وكمان فيها نشا لو في اسهالات او في اي حاجه. اهو انا عارفه ان البطاطس غاليه يا جماعه، عشان كده انا ممكن اقول لكم ايه هناخد البطاطسيه ونعملها، لا كده كده البطاطس لما بيجي اقشرها بيطلع فيها ايه، بيطلع فيها بصوا الحاجات اللي انتوا شايفينها دي، ده انا عايز استفاد منه. في ناس هتقول ده انا بنقشر بالمقشره وبتطلع قشره خفيفه، لا بدل ما تقشرها بالمقشره حاولي ان تقشرها بالسكينه بالشكل ده كده زي ما انا بقشر. اهو عندك بطاطس، ممكن تاخدي كده نص بطاطسية ولا حاجة تبشريها وتسلقها كويس جدا وتبقى عاملة زي المية عندك، وبرضه هتديكي نفس النتيجة. اهو ده انا استفدت بالبطاطسية والقشور اللي انا برميها هستفاد منها. حطي ده كده على جنب. بصوا بقى يا جماعة ده القشور اللي انا هرميها اهي، طبعا كلتنا مستقلين بالقشور. القشور دي اللي هتعمل وصفة، اقولك القشور ده هتعمل اجمل وصفة معايا، لان شوفوا القشر بصوا شايفين الابيض ده كلته، ده انا استهلكته في قلب البطاطساي. ده ما ممكن ناس كتير بتقشره وبترميه، بدل ما هرميه اهو هقول لكم هنعمل بقى ايه دلوقتي. اهو انا غاسله البطاطساي برضو ايه ومنضفاها. هنجيب بقى اي حاجه كده هتتحط على النار، نبدا ان احنا ناخد قشر البطاطس ده هو، ومعايا بقى ايه ده قرف هنكسرها كده اهو اهي. على معلقه كمون، معلقه قصدي كزبره، وده كده برضو معلقه من الكمون اهي. يبقى انا كده عملت وصفه ايه كامله ومتكامله من كل حاجه. هتزود معايا الوزن، ولو في كمان اسهالات في اي مشاكل معويه ده هتعالجها على طول. بصوا
هقولكوا بقى نحط كده عليها قد ايه ميه. هنحط ملو كوبايه كبيره كده من بتاعه الميه اهي، ملو كوبايه كده اهي، ونحطها على النار تغلي. وهقول لكم بعد كده هنعمل ايه. ده كده يا جماعه الوصفه بتاعتنا جاهزه اهي، زي ما انتم شايفين. بصوا بقى بالشكل ده كده اهو، ده اللي انا عايزاه. بقى هنبدا دلوقتي ان احنا نصفيها. انا خدت الميه اللي هي ايه بالنشا بتاعه البطاطس اهيت. بصوا ده بواقي ايه، ده بواقي البطاطس اهي، ده الخلاصه بقى بتاعه البطاطس. ده الميه ديت انا ايه عايزاها على جنب، بصوا احطها على جنب كده. اما البواقي اللي انتم شايفينها دهيت ديت، نشيل بس اللي لا، انا هضربها في الخلاط وهضرب دي معاها عادي يعني. بصوا اهي هضربها كده في الخلاط عشان انعمها قوي، لان الكميه اللي انا عايزاها دهيت هقول لكم هنحطها على ايه. نضربها كده في الخلاط ده ونرجع لكم تاني. وده بقى يا جماعه العلف بتاعنا النهارده. لو انتم ملاحظين معايا انا غيرت من النم المفتت للنم الخشن. طبعا كنا بنحط نم مفتت اللي يعني ايه خشن في ناعم كده، فدلوقتي غيرنا الشكاره وبدات ان انا اجيب اي علف خشن. بصوا وده طبعا يا جماعه الوصفه اللي انا ضربتها في الخلاط، شوف بقت عامله ازاي، بقت يابسه كده بالظبط. ده كلها خلاصه البطاطس، ما فرقتش حاجه عن البطاطس، اكنها بطاطس مهروسه. استفدت من القشر بدل ما نرميه. وهنبدا دلوقتي ان احنا نغلف الوصفه دي كلها بحبيبات نغلف الحبيبات بتاعه العلف بالبطاطس اللي انتم شايفينها ده كلها اهي، ولا اكن حطيت عليها اي حاجه ومفروله زي ما هي بالشكل ده كده. نبدا دلوقتي ان احنا نحط منها للفراخ، وطبعا الميه اللي انا صفيتها هنحطها لهم على ميه الشرب. بقى عندنا بطاطسايه هنرميها او باقيه من الاكل او اي حاجه، هتهرسها في قلب العلف وحطها للفراخ تاكل. وده بقى كده يا جماعه الميه اللي انا صفيتها معاكم، هنحطها على الميه بتاعه الشرب. طبعا ده كلها كزبره وكمون وقرفه كمان علشان لو في اي مشاكل تنفسيه. الاعشاب دي كويسه جدا. حطنا الوصفة على المية وحطنا لهم على الأكل، ودي أحسن وصفة ممكن إن أنت تعملها لزيادة الوزن للفراخ عندك. ده يعتبر يا جماعة يعني يعتبر البطاطس ديت زيها زي البيض بالظبط، يعني حتى يمكن فيها زي ما قلت لكم الناس كان دايما يعملوها للرومي علشان تزود الأوزان. فحاول إن أنت دايما على طول تعودي الفراخ عندك على الحاجة زي دي، حاجة سهلة وبسيطة جدا. في مننا كتير بيتبقى عنده مثلا حاجات من ديت، ممكن ان احنا نهرسها لهم على الاكل كده ونحطها لهم، زي ما كنا بنغلي الرز كده وبنحطها لهم، برضو البطاطس نفس الشيء. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم. متنسوش تحطوا لايكات كتير للفيديو، واستنونا في الفيديو الجاي باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.